بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى درس هذا اليوم للصف الأول الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي. أما موضوع الدرس لهذا اليوم فهو الوحدة الرابعة، صحتي وسلامتي، حرف الياء وحرف الذال. أحييكم أنا معلم الصف الأول الأستاذ سليمان العنزي، فحياكم الله جميعا. في بداية الدرس وكما عهدتمونا في الدروس السابقة سنبدأ بالتمهيد، والتمهيد يضم عدة صور، لا بد من معرفة هذه الصور ودلالاتها ولماذا وضعناها في هذا الدرس. فإذا بدأنا مع الصورة الأولى وهي صورة، أحسنتم، صورة يد، صورة يد، رائع جدا. إذا يد، واليد تبدأ بأي حرف؟ تبدأ بحرف الياء، أحسنتم يا أبطال، رائعون جدا، تبدأ بحرف الياء. لاحظ معي الآن هذا الطفل ماذا يفعل؟ يأكل، أحسنتم، يأكل، يأكل، أحسنتم. إذا لابد أن نربط الآن الفعل بالحرف الذي سنأخذه وهو حرف الياء، يأكل، يأكل. والصورة الأولى إذن هنا يأكل فعل، أليس كذلك؟ نعم هو فعل، إذن يأكل فعل. أما اليد فهي اسم، يد اسم، أحسنتم. إذن اليد اسم وهنا فعل، يأكل، يأكل، تبدأ بحرف الياء، رائعون جدا، أحسنتم. إذن هذا هو الحرف الأول من حروف هذا اليوم، من حروف المراجعة لهذا اليوم، أحسنتم يا أبطال. وهذه أعتقد الجميع يعرفها وهي ذرة، أحسنتم، ذرة، ذرة، رائعون جدا، تحبون الذرة؟ جميل، أنا أيضا أحب الذرة، ذرة، ذو، ذرة، أحسنتم. وهذه صورة، طبعا ليست كلب ولكن صورة، أحسنتم، ذئب، صورة ذئب، والذئب حيوان مفترس، حيوان مفترس، وليس أليف، ليس مثل القطة وليس مثل الكلب، لكن الذئب حيوان مفترس. إذا ذئب يبدأ بحرف الذاء، أحسنتم، ذا، ذي، ذي، ذئب، ذو، ذرى، ي، يأكل، يا، يد. إذا على يمين الشاشة حرف الياء، وعلى يسار الشاشة حرف الذاء، وهي حروف المراجعة لهذا اليوم. الآن سنعرف ما هي أهداف الدرس، وكما ذكرنا سابقا بأن لكل درس أهداف، كما أن لكل شخص في الحياة أهداف يسعى لتحقيقها. ومن المؤكد بأن لديكم جميعا الآن أهداف، فمنكم من يطمح لأن يكون طبيبا أو معلما أو طيارا، فهذه كلها أهداف تسعى الآن لتحقيقها، ومن خلال هذه الدروس بإذن الله ستصل إلى هدفك. ولكن ينبغي عليك التركيز معنا في الدروس والمذاكرة باستمرار حتى تصل إلى هدفك بإذن الله تعالى. أول هدف من أهداف درس هذا اليوم هي قراءة، أو هو هدف، هو قراءة الصوت القصير والصوت طويل. وقد سبق وأن تحدثنا طويلا عن الصوت القصير والصوت الطويل، أليس كذلك؟ جميل، إنكم تذكرون، هذا شيء جيد، أحسنتم. إذن في البداية سنقرأ الصوت القصير والصوت الطويل ونشرحها شرحا سريعا، أحسنتم يا أبطال. الهدف الثاني من أهداف درس هذا اليوم نطق حرفي الياء والذاء نطقا صحيحا، ليس فقط النطق ولكن لا بد أن يكون هذا النطق صحيح، أحسنتم يا أبطال. الهدف الثالث هو كتابة حرفي الياء والذال بشكل صحيح، إذا ننطق الحرفين الياء والذال ثم كتابة حرفي الياء والذال، أحسنتم يا أبطال. أخيرا نجرد كما هي العادة حرفي الياء والذال، وذكرنا بأن التجريد هو استخراج هذين الحرفين من الكلمة.
جيد، أحسنتم، بارك الله فيكم. ننطلق الآن إلى قراءة الصوت القصير والصوت الطويل. أقرأ ما يلي، جاهزون للقراءة؟ أحسنتم. نبدأ بسم الله. الحرف الأول، أحسنتم، حرف ضاء. صوت قصير أم طويل؟ جميل جدا، إذن هو صوت قصير لأنه حرف وحركة، حرف وحركة، وهذا هو الصوت الطويل. أحسنتم، صوت طويل، ض ض صوت قصير، ض صوت طويل، رائع جدا. لماذا هو طويل؟ أحسنتم، لأن بعده حرف الآ، والآ من حروف المد، وذكرنا بأن حروف المد ثلاثة، آ ويا. إذا حرف الآ يمد الحركة فقط، فنقول ض ض ض قصير، ض طويل. أحسنتم، نواصل القراءة. أحسنتم، ضي ضي، رائع، وهنا ممتاز، رائع جدا، ضي. لماذا؟ لأنها صوت طويل. أحسنتم، الياء هنا تمد الحركة التي قبلها، فنقول ضي ضي، هنا ضي ضي، هنا ضي ضي، رائعون رائعون، أحسنتم. وهنا ضو، أحسنتم، صوت قصير أم طويل؟ صوت، أحسنتم، رائع جدا، قصير. وهنا صوت قصير ولا طويل؟ جميل، لماذا طويل؟ أحسنتم، أولا لأنه كم حرف هنا المقطع؟ حرفين، لأنه حرفين، أحسنتم، والواو من حروف المد فهي تمد الحركة التي قبلها، فنقول ضو، هنا ضو، هنا ضو، أحسنتم، رائعون جدا، ممتاز. إذا قراءة سريعة، ض، أحسنتم، هنا وهنا، ممتاز، هنا وهنا، أحسنتم، رائع جدا، أحسنتم. واصل مع حرف آخر أيضا نضرب به المثال، لاحظ معي، أحسنتم، حرف الأول ع، صوت قصير، وهنا طويل، ع، أحسنتم، وهنا كلمة عاد، أحسنتم، عاد، رائع جدا، قراءة موفقة جدا، بارك الله فيكم. هنا أحسنتم، أحسنتم، صوت طويل، ممتاز، رائع جدا. إذن عي عي، صوت طويل، عيد عيد، أحسنتم. إذن نقول عي، لا نقول عيا، لا، هذا حرف المد، وحرف المد يمد الحرف الممدود الذي قبله، الحرف الممدود هنا حرفه، أحسنتم، العي عي، وهنا نمدها عي دو عي دو، جميل جدا، رائع، هنا ممتاز ممتاز، يا سلام، رائع جدا. عو، صوت قصير، جاءه حرف المد فمده فأصبح عو عو، وجاء بعده حرف الداء مضموم فقلنا عود عود، أحسنتم، إذن عو عو عود، ممتاز، رائعون جدا يا أبطال، بارك الله فيكم، قراءات ممتازة جدا جدا، بوركتم. أيضا المجموعة الثالثة نقرأ، أحسنتم، ممتاز، رائع جدا، أحسنتم، صوت قصير، ك، صوت طويل، ك، صوت طويل مع حرف متحرك نقول كان كان، ممتاز، رائعون جدا، بارك الله فيكم، أحسنتم أحسنتم، جميل جدا، ممتاز. صوت قصير أم طويل؟ قصير، كي، وهنا كي، أحسنتم، صوت طويل، وهنا كيدة كيدة، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. هذا حرف المد وقبله حرف مكسور، وهذا نسميه الحرف الممدود، دائما الحرف الذي قبل المد نسميه حرف ممدود، هذا هو الحرف الممدود، الكاء، كي، حرف ممدود، كي د كي د، أحسنتم، رائعون جدا. إذن هنا في هذه التدريبات نراجع الآن الصوت القصير
والصوت الطويل. وأيضا نقرأ كلمات بسيطة جدا لترسيخ المعلومة. أخيرا جاهزون الآن للقراءة؟ نبدأ قراءة الحرف المضموم. ممتاز ممتاز، أحسنتم، رائعون جدا. كو كو كوخ كوخ، أحسنتم. إذا هنا صوت قصير كو، هنا كو صوت طويل. مددنا حرف الكاف مع الضمة اللي هو الحرف الممدود، مددناه قليلا بحرف الواو وقلنا كو كوخ كوخ كوخة كوخي كوخ، رائع جدا، أحسنتم يا أبطال، ممتاز. إذا صوت قصير، صوت طويل، كلمات، أحسنتم يا أبطال، رائعون. إذا استمريتم بهذا المستوى بإذن الله ستكونون من المتفوقين، بارك الله فيكم. الآن ننطلق إلى المجموعة التالية، جاهزون للقراءة؟ نبدأ على بركة الله، اقرأ، أحسنت، ممتاز، أحسنتم، بارك الله فيكم، ممتاز. نعيد القراءة، صوت قصير خ، صوت طويل خ، صوت طويل مع حرف متحرك خالو خالو، أحسنتم، رائع جدا. الخال، تعرفون من هو الخال؟ أحسنتم أحسنتم، الخال هو أخو الأم، بوركتم. نقرأ، أحسنتم، جميل، ممتاز. إذن صوت القصير خي، والمد خي، لاحظ حرف المد وهذا الحرف الممدود مددناه فقلنا خي، هنا خي هنا خي خي، نواصل، خي ف خي ف. لاحظ كيف تكون القراءة سهلة وميسرة إذا عرفنا المهارات الأساسية، ومنها الصوت القصير والصوت الطويل، المد، أحسنتم، خيفة. نواصل، نقرأ هنا، يلا بسم الله، أحسنتم، وهنا، جميل، وهنا، أحسنتم، رائعون جدا. الصوت القصير خو، صوت الطويل خو، صوت طويل مع حرف متحرك خوصو خوصو خوصو، أحسنتم، ممتاز جدا يا أبطال، رائعون. الآن سننطلق إلى قراءة حرف الياء، قراءة حرف الياء، صوت قصير طبعا، نقرأ مع الفتحة، أحسنتم، مع الكسرة، أحسنتم، مع الضمة، ممتاز. إذن يا ي يو، لاحظ هنا الياء أين موضعها، أول ولا وسط ولا آخر الكلمة؟ أحسنتم، في وسط الكلمة. لماذا؟ لأن لها يدين، يد يمين ويد يسار، تمسك الحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها، أحسنتم. وهنا الياء في آخر الكلمة، متصلة أم منفصلة؟ متصلة، لاحظ اليد هنا، ولاحظ هنا قد تأتي هذه في نهاية الكلمة منفصلة، أما هنا فهي متصلة، أحسنتم، يا ي يو، ممتاز، رائعون. وهنا المد، يا، أحسنتم، يي، أحسنتم، يو، ممتاز، بارك الله فيكم. إذن قصير طويل، يا يا، يي يي، يو يو، مد بسيط جدا، أحسنتم. وعرفنا سابقا بأن الصوت القصير حرف واحد، بينما الصوت الطويل لابد أن يكون حرفين، لابد أن يكون حرفين، أحسنتم يا أبطال، رائعون جدا. الآن سنقرأ حرف الذاء، أحسنتم، مع الكسرة، ممتاز، مع الضمة، ممتاز. إذن ذا ذي ذو، صوت قصير ذا ذي ذو، والصوت الطويل، ممتاز، رائع جدا، أحسنتم، ذا ذي ذو. إذن نعيد القراءة مع بعض الآن، الصوت القصير والطويل، نبدأ، يلا على بركة الله، أحسنتم، ممتاز، وهنا، ممتاز، وهنا، رائع جدا، أحسنتم، ذا، ذا، ذي، ذي، ذو، ذو، جميل جدا، جميل جميل، أحسنتم، بارك الله فيكم، رائع جدا.
نقرأ الآن بعض المقاطع، سواء كان صوت طويل أو كلمة أو حتى إن كان حرف قصير مثل هذا الحرف. نقرأ. ممتاز، صوت طويل. أحسنت يا يام. يام، رائع جدا. يا يا يام، ممتاز، رائع جدا. يي، أحسنت، ممتاز. يي، لاحظ هنا مد بالياء، هذا حرف الياء وليس عليه حركة، وقبله حرف مكسور حتى لو كان حرف ياء فهو مد. يي، هنا يي، هنا يي. لاحظ الآن في الكلمة شكلها، يح، مقطع ساكن، يح يي، يحيي، واضح؟ جميل جدا، أحسنتم، يحيي. إذن هذا مد بالياء، مد بالياء، أحسنتم، ممتاز. يو، صوت قصير، صوت الطويل يو، ممتاز. وهنا يو سيفو، يو سيفو، أحسنتم، يو 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 سيفو، لا نقول يوسفو، يوسف تصبح صوت قصير، يوسف، لكن فيه مد نقول يو، يوسف، يوسف، واضح؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، رائعون جدا، رائعون، أحسنتم. إذن الآن نقرأ مع بعض، صوت القصير ممتاز، صوت الطويل ممتاز، ممتاز، أحسنتم. ذا، ذا، ذاب، ذاب، أحسنتم، ذاب، ذاب، لم نقل ذب. لماذا لم نقل ذب؟ جميل، لأن هنا عندنا مد، عندنا مد، نقول ذاب، لا نقول ذب، ذاب، ذاب، أحسنتم، رائعون. الآن لابد بأنكم قد عرفتم أهمية المد ومعرفة المد، لماذا؟ حتى نكتب ونقرأ بشكل صحيح، أحسنتم. نقرأ الآن، ممتاز، جميل، أحسنتم، رائعون جدا. إذن صوت قصير، ذي، صوت طويل، ذي، أحسنتم. والكلمة ذيك، ذيك، أحسنتم، رائعون. وهنا ذو، ممتاز، صوت طويل، ذو، أحسنتم. أخيرا يذوبو، يذوبو، يذوب، ممتاز، رائعون جدا، وأداء أكثر، أكثر من رائع، ممتاز. إذن الآن ننتقل إلى كتابة حرفي الياء والثال، وكما تعلمنا في دروس سابقة بأن هذه السطور الملونة لكل سطر عمل، ولكل حرف سطر يصل إليه ينزل عنه أو يكون على السطر أيضا. لاحظ معي، السطر الأحمر ذكرنا بأنه الحامل الرئيسي للحرف، كل الحروف تكتبها أول ما تكتبها على الخط الأحمر، وذكرنا بأن الخط الأخضر هو أعلى، 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 ممتاز، إذن أعلى مدى يصل إليه الحرف، وذكرنا بأن الخط البنفسجي هو أسفل، ممتاز، أحسنتم. بعض الحروف تصل إلى الخط البنفسجي وبعضها تصل إلى الخط سميناه الوهمي لأنه مقطع، لاحظ بعض الحروف تصل إلى هذا الخط فقط. لاحظ معي الآن، كل الحروف تقف على الخط الأحمر، الخط الأحمر. إذن لاحظ معنا حرفنا الجديد هذا اليوم، الياء، الياء يكتب على السطر ثم ينزل إلى الخط الوهمي، وفي أول الكلمة على السطر لا ينزل ياء، وفي وسط الكلمة أيضا لا ينزل، لا ينزل يي، أحسنتم. في آخر الكلمة إذا كان متصل أو منفصل فإنه ينزل إلى الخط الوهمي، أحسنتم، رائعون جدا. إذن هكذا يكتب حرف الياء، هكذا يكتب حرف الياء. أما حرف الذاء وهو من الحروف التي تكتب على السطر، على السطر، السطر يعني الخط الأحمر، لاحظوا الذاء ما تنزل أبدا إلى أسفل الخط ولا تصل إلى الخط الأخضر، لاحظ لا تصل إلى الخط الأخضر،
لاحظ معي ذا ذي ذو هنا في وسط الكلمة وهنا في آخر الكلمة. ولماذا لا نضع خط بعد الذا في وسط الكلمة؟ لأن الذا من الحروف التي ليس لها إلا يد واحدة، إلا يد واحدة. أحسنتم يا أبطال، رائعون جدا. إذن نكتب الآن بعض الكلمات، لاحظ معي، نقرأ: يشرب، أحسنتم، ممتاز، عيد، أحسنتم، يجري، ممتاز. إذا لاحظ حرف الياء في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة وأيضا في أولها، لاحظ كيف يكتب حرف الياء، ولاحظ متى ينزل عن السطر ويصل إلى الخط الوهمي، وهنا الراء أيضا انتبه لها. أحسنتم يا أبطال. إذن يشرب، عيد، يجري، يجري، لاحظ المدود، عيد، يجري، ممتاز. لاحظ معي الآن حرف الذاء، حرف الذاء. أحسنتم، ذهب، الكلمة الثانية، مذهل، ممتاز، وأنتم مذهلون. لاذا، أحسنتم، لاحظ هنا المقطع الساكن، مذ هل، أحسنتم. لاحظ حرف الذاء كيف يكتب على السطر، يكتب على السطر. جميل، جميل جدا، أداء رائع جدا، بارك الله فيكم. إذن هكذا يكتب حرف الياء وحرف الذاء. أخيرا ننطلق إلى التجريد، تجريد حرف الياء وحرف الذاء. نقرأ الكلمة الأولى، ممتاز، يحب، أحسنتم، يحيي، ممتاز. لاحظ حرف الياء كثير في هذه الكلمة، يحيي، ممتاز. الكلمة الأخيرة، نادي، أحسنتم، هذه سهلة. إذن نجرد الآن الحرف ونستخلصه من الكلمة. هنا الياء في أول ولا وسط ولا آخر الكلمة؟ أحسنتم، في أول الكلمة، يو، وهنا في وسط الكلمة، مع أنها موجودة في أول الكلمة وآخرها، لكن اخترنا الياء التي في الوسط. ما الحركة التي عليها؟ أحسنتم، شدة وكسرة، أحسنتم. إذا تكتب بوسط الكلمة بهذا الشكل، يد قبلها ويد بعدها لأنها في وسط الكلمة. أخيرا الياء في آخر الكلمة، غير متصلة، غير متصلة، لذلك لا نضع لها يد. نادي، الياء ليس لها يد لأنها في آخر الكلمة. نقرأ مع بعض، ممتاز، أحسنتم، الرياضة، رائع، قرأتوها قراءة صحيحة. وهنا أحسنتم، تقوي، ممتاز. وهنا ممتاز، رائعون، يتدربوا أبطال، أحسنتم. لاحظ معي الياء هنا في وسط الكلمة، يا، لكن كتبناها بدون اليد الثانية، بيد واحدة. لماذا؟ أحسنتم، لأن الراء ليس لها يد هنا لتمدها وتمسك بالياء، إذن الراء لها يد واحدة فقط، أحسنتم. وهنا الياء في آخر الكلمة، ممتاز، تكتب بهذا الشكل. وهنا الياء في أول الكلمة، أحسنتم، وحركتها فتحة، نضع عليها حركة، أحسنتم يا أبطال، رائعون جدا. الآن نجدد حرف الذاء، اقرأ، جميل، ذكية، وهنا أحسنتم، حذرين، وهنا معاذ، ممتاز أبطال، رائعون. إذن هنا الذاء أين موضعها؟ ممتاز، في أول كلمة، ممتاز. وهنا في وسط الكلمة، لماذا لم نضع لها يد هنا بعدها؟ لأن الذا ليس لها إلا يد واحدة فقط. وهنا الذا في آخر الكلمة غير متصلة، إذن منفصلة عن الحرف الذي قبلها، أحسنتم يا أبطال. إذن نقرأ الآن مع بعض، أحسنتم، ذباب، ممتاز، تلميذة، أخيرا تلميذ، أحسنتم، تلميذ، ممتاز، جميل جدا. إذن هنا الذاء أين موقعها، في أول ولا وسط ولا في آخر الكلمة؟ ممتاز، في أول الكلمة.
ذو ممتاز، وهنا في وسط الكلمة، لكن الذا ذكرنا حتى لو كانت في وسط الكلمة لا نضع لها خط بعدها، لا نضع يد بعدها. لماذا؟ لأن الذا ليس لها إلا يد واحدة. أحسنتم. وهنا الذا في آخر الكلمة، متصلة أم منفصلة؟ متصلة، لأن لها يد. وهنا لاحظ، هنا ليس لها يد، إذن هذا هو شكل الذا إذا كانت في آخر الكلمة منفصلة أو في أول الكلمة. وهنا الذا في آخر الكلمة منفصلة أم لا متصلة؟ ممتاز، رائعون جدا، إذن متصلة. بارك الله فيكم. وفي نهاية الدرس كما هي العادة سنضع لكم رابط التدريبات المنزلية لكي تطبعوها وتحلوها في البيت مع ولي أمركم بإذن الله تعالى. وأتمنى منكم أحبائي وأصدقائي ألا تتهاونوا في حل التدريبات. بارك الله فيكم، فقط ضعوا الجوال على هذا الباركود وسيخرج لكم التدريب الجميل وتحلونه في البيت. بارك الله فيكم. وفي الختام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.